الغفران والمصالحة. أول ما بتسمع هذه الكلمة ماذا يخطر في بالك؟ كلمات جميلة جدا، كلمات رنانة، لكن فعلها لربما نحتاج إلى إلهام إلهي. أهلا ومرحبا مشاهدينا في كل مكان في برنامج ليكن نور، وحديثنا في هالحلقة رح يكون عن موضوع الغفران والمصالحة أيضا. وأنا بدعوك اليوم وأنت بتشاهد هذه الحلقة إنه تتخلى عن الأفكار المسبقة الموجودة عندك إزاء هذا الموضوع، وصلي إنه الرب يفتح ذهنك وفكرك وعينك وقلبك. عارف ليه؟ ممكن نتكلم حقائق عظيمة جدا من الكتاب المقدس، لكن لا تعني لك شيء إذا كان الذهن غير مستنير. وفعلا عشان نفهم هذا كلام الله، عشان نفهم كلمة الله، نحتاج إلى استنارة روحية. فأنا بصلي من كل قلبي إنه هذه الحلقة تكون بركة، لأنه رح نلقي الضوء على هذا الموضوع. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.